إلى كل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمشكلة النسيان والزهايمر. الله سبحانه وتعالى جاء بسورة في القرآن الكريم فيها الشفاء من هذا الداء، هل تعرف ما هي هذه السورة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كنت إذا تعسر علي حفظ شيء معين أضعه جانبا وأفتح المصحف على سورة ياسين فأقرأها، فما أن أتمها حتى أرجع للتي كنت أحفظها فأقرأها من مرة واحدة حفظا. وسيدنا عبد الله بن عباس كان يجلس في مسجده يعلم الناس العلم، فدخل عليه شاب على صوته ويتكلم بكلام غير مفهوم، فقام إليه الناس يريدون أن ينهروه ويضربوه، وأرادوا أن يخرجوه من المسجد، فسألهم سيدنا عبد الله بن عباس ما خبر هذا الشاب؟ قالوا له: إنه شاب في الثلاثين من عمره، قد ذهب عقله في يوم وليلة وأصبح كما ترى مجنونا لا يعي ما يفعل. فقال لهم: ادنوه مني. فلما مثل بين يديه وضع ابن عباس يده على رأسه وقرأ عليه سورة ياسين، فما انتهى منها حتى قام الشاب وما به شيء وقد شفي تماما ورجع إليه عقله. فسأل الناس ابن عباس ما قرأت عليه؟ قال: سورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قلب القرآن، ووددت أنها بقلب كل مسلم. وهنا نربط هذا الكلام بالعلم الحديث، فقد أعدت دراسة في إحدى الجامعات الغربية على مخ الإنسان، ووجدوا أن عقل الإنسان يحتوي على مركز مخصص للحفظ والفهم، وهذا المركز به 100 ثقب، فالإنسان الطبيعي يستخدم 20 ثقبا، وبعض الناس عندهم ذكاء أكبر يصل استخدامه إلى 35 ثقبا، وبعض الناس عندهم غباء، وهؤلاء لا يستخدمون إلا 15 ثقبا فقط. وإذا قلت النسبة عن استخدام 10 ثقوب فهذا الإنسان يكون مجنونا. وبناء على ذلك أثبتت الدراسات أن ذبذبات الحروف في سورة ياسين هي مفتاح لتلك الثقوب التي في عقل الإنسان، فإذا قرأت سورة ياسين على العقل انفتحت تلك الثقوب وشفي الإنسان بإذن الله تعالى.